وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أدى اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي، وذلك بعد أن وافق البرلمان الكويتي بالإجماع على تولي الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد في البلاد بعد اختياره من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليكون وليا للعهد. وقد أكد الشيخ مشعل الأحمد في كلمته بعد أداء اليمين أمام مجلس الأمة أن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية الداعية للخير والسلام، ومشددا على أنها باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية. ونحن على يقين بأن الكويت بقيادة سموه ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال، داعية إلى الخير والسلام ومنبرا للخير والعمل الإنساني. ونستلهم في ذلك توجيهات سموه حفظه الله ورعاه بأن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والأقليمية والدولية